اهلا بكم جديد مشاهدينا، ونكمل كلامنا وفقراتنا في استاد الاهلي. ولكن قبل ما اخش في الموضوع المهم والملف المهم مع ضيفي الكبير استاذ طلال عبد اللطيف خبير اللوائح، حابب اقول لاي حد بيفكر يروح المالديفز، اي حد بيفكر يروح تايلاند، يشوف الفيديو دوت هيراجع نفسه كتير جدا. مصر بلدنا فيها اماكن كتير جدا جدا جميله. في البدايه طبعا برحب بحضرتك وبتشرف بوجود حضرتك معايا مره ثانيه استاذ طلال. استاذ محمد شرف لي انا. والمواضيع اصبحت ساخنه واصبحت شائكه، واصبح في بعض الردود اللي الواحد مش متفاهمها. النادي الاهلي في اخر اسبوع راجع لوائحته الخاصه من الناحيه القانونيه، واتخذ راي سياده المستشار رجاء عطيه، ثم نصح وارشد سياده المستشار رجاء عطيه مجلس اداره النادي الاهلي بازاله بند 8 سنوات حتى يكون قانوني. اذا النادي الاهلي بيسترشد بشكل صحيح، بيسال اهل الخبره واهل المعرفه قبل ان يصدر لائحته الخاصه. اعتقد ان هو يسبق اللجنه الاولمبيه في هذا الشان، انه اصدروا لائحه استرشاديه دون ان ينظروا لاهل الخبره والمعرفه. بالظبط. يعني رأي حضرتك في هذا الموضوع، وخاصة اللي أحداث اللي تلاحمت بعد هذا. أول مساء الخير، أنا سعيد جدا أكون مع حضرتك تاني مرة في خلال الأسبوع داون. القصة بسيطة جدا، بس أنا عايز أسأل، إحنا طرفين ليه؟ مش عارف، يعني إحنا كلنا طرفين ليه؟ ليه ما نكونش طرف واحد؟ نعم. يعني إحنا ده إحنا في الرياضة، وزير الرياضة واللجنة الأولمبية رياضة، ليه عاملين طرفين؟ والهدف الاساسي ان انا ادعم الرياضه. بالظبط، وارتقي بالرياضه. يبقى طرفين ليه؟ يعني فين الخصومه اللي هنا؟ انا مش عارف. اتخلقت ليه برضه؟ انا مش عارف. لكن نخش في المفيد. يعني انا ملاحظ ان الاحداث بتتلاحق بسرعه شديده جدا وبلا داعي، وبلا داعي. انا هنا مش عشان ابرر موقف النادي الاهلي نهائي. هو حتى الان موقف النادي الاهلي استاذ طلال هو رد فعل. هو رد فعل، وانا هقول احنا يعني الاهلي وصلوا ليه؟ واخد بال حضرتك؟ لكن انا عايز اوضح للناس ان احنا بنتكلم عموميات. نعم. العمومي اللي موجود هنا دلوقتي كالاتي يا استاذ محمد، بسيطه جدا وبالراحه. القانون القديم وزي ما قلنا المره اللي فاتت كان فيه مشكله ان في تدخل حكومي. نعم. هنتكلم بقى ببساطه عشان الناس تعيش معنا الحدث. الحركه الاولمبيه قالت لا 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 لا، ما ينفعش التدخل الحكومي ده. ماشي. الغي القانون ده، الغي التدخل الحكومي، اعمل قانونك اللي انت تحكم نفسك بنفسك. العظيم سلام. فلسفه القانون الجديد انك تحكم نفسك بنفسك. طب انت مين؟ انا الجمعيه العموميه. فبرمجنا الحق كله اللي كان في الجهه الاداريه اداناه للجمعيه العموميه. دي فلسفه القانون. نعم. لحد كده احنا ناجحين. جدا. وصلنا في القانون ل 80% امتيازات، عظيم سلام ومتشكرين قوي. الوزير كان بياخد ودي معانا، وفي الاخر الراجل ساب الدنيا قال اتكوا على الله. خدنا اللي احنا عايزينه. ماشي. منهم الحافز الرياضي، ثانويه عامه، حافز رياضي في الجامعه، التخفيض بتاع الميه، الاعفاء، الممارسه، الرياضه في المدارس، الرياضه في الشركات، كل ده خدنا فيه مزايا. تعالى بقى نطبق الميزه دي في لائحه تنظم العمل ده كله. زي ما قلت لك المره اللي فاتت اتحشرت الماده بتاعه اللائحه الاسترشاديه. مش هنقف عندها كتير، انا يعني ريقي نشف فيها. خلاص بقت لائحه استرشاديه واللجنه الاولمبيه. اختصاص اللجنه الاولمبيه مش بابا، انا مش عايز بابا، انا بخلص من بابا عشان ما يجيليش بابا تاني. اللي حصل هنا بقينا بابا تاني. بس بابا مننا للاسف حتى مش حنين علينا. ده اللي احنا فيه دلوقتي. يا بتوع اللجنه الاولمبيه، انت جيت حملت اللائحه، طب اسالنا. ايه اللي بوجعك؟ هقول لك ايه اللي بوجعنا. ما سالتش. خالص. وطلعت منك لنفسك، انا واحد من الناس وانا بقول على الهوا. عرض عليا، انا كنت في مركز التحكيم قبل ما اتشال. تعرض عليا اللائحه عشان اخدها اقراها. اللائحه الاسترشاديه. الاسترشاديه. نعم. نسخه منها، وانا بقول عليها اهو، لو حد عنده استعداد يكذبني يطلع قول. خدتها وروحت البيت. بعد ساعه الزمن جالي المستشار القانوني بتاع اللجنه الاولمبيه، قال لي لازم تجيبها تاني. الدنيا مقلوبه انك خدت النسخه. كانت لسه البدايه في مشروع عمل اللائحه الاسترشاديه. طب ليه يا ساده اعضاء اللجنه الاولمبيه؟ ايه المشكله يعني؟ انا مش عارف. ده كانت نموذج، لسه اول نموذج لسه بالرصاص. اتفضل. قلت له الله، والله ما قريتها غير 4 ورقات ومش ما صورتهاش ومش عايزها، ورجعتها. انا بدي مثال ان كان المفترض انك تخاطب الانديه. ما خاطبتش. وخدت نفسك وجريت في طريق لوحدك. مين اللي معاك؟ مين اللي وراك؟ مين اللي حركك؟ انا مش موضوعي. انا موضوعي دلوقتي المصلحه العامه. بالظبط. ان القانون قال للجنه ما تعمل لائحه. مين عملها لك انا ماليش دعوه. لكن القانون بيقول ان انت اللي مسؤول. تعالى بقى نتكلم فيها بقى. احنا خدنا خطوط العريضه، تعالى نخش جوه اللائحه. انت عملت ايه في اللائحه؟ كلها مشاكل.
الناس بتقول لك القصه قصه 8 سنين. لا 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 خالص. طب ايه موضوع الثمان سنين الاول بقى؟ موضوع الثمان سنين احنا بنلعب فيه لفظ، انا برضه عايز الناس تستوعبه. يعني دورتين متتاليتين، كان القديم بقى دورتين متتاليتين بالانتخاب او بالتعيين، شيل كلمه التعيين دلوقتي، يبقى بقى دورتين متتاليتين بالانتخاب. تقعد بره، احد الجهابيز قال دوره، قعد الجهابيز قال 4 سنوات ميلاديه. طب نقف بقى عند الحته بتاع ال4 سنوات ميلاديه. كابتن محمد انت راكب وانا اللي جاي وراك، مش عايز ناجي، فهتيجي قبل مدتك، انا بره ال4 سنين، قبل انا ما اكمل ال4 سنين بيومين هتقوم عامل جمعيه وميه، يبقى انا مش جاي، يبقى هكمل انا كمان 4 سنين كمان بره. وده اتعملت في عمرو عبد الحق في نادي النصر. طيب منحل المشكله بسيطه جدا، ما احنا اللي نقول كجمعيه وميه احنا عايزين ايه؟ انت تقعد دورتين ولا تقعد دوره ولا تقعد ثلاثه؟ ما حطهاش في لائحه ولا حطها في قانون، وسيب الناس تختار وخلي الناس تقول الكلام ده في اللائحه. ادي كل المشكله. النادي الاهلي انطلقت عليه كل الاقاويل ان هو عامل اللائحه عشان يحط الثمان سنين عشان يقصي محمود الخطيب. انا بتكلم هو المفتوح وانا ببتسم لان الكلام ده مش من صحيح ولا غير غير من الصحة. ولا له اساس من الصحه تماما نهائي. طب طب نوصل بالراحه يا جماعه، هل القانون بيطبق باثر رجعي؟ امبارح كان في مداخله مع السيد الوزير وانا سمعتها. القانون لا يطبق باثر رجعي الا اذا نص صراحه بلفظ صريح ان يطبق باثر رجعي وياخذ تصويت من مجلس النواب بالتلتين. واضحه؟ وصريح. طيب القانون بتاعنا ما قالش الكلام ده، قال لك يطبق باثر فعلي من تاريخ نشره. يبقى ما فيهوش اثر رجعي. يوم ما يطلعش بقى السيد الوزير يقول لي ان اللائحه لو ذكر فيها الثمان سنوات وباثر رجعي واعتماد الجمعيه العموميه تمشي. لا ازاي الكلام ده بقى؟ انا عايز اقف وقفه هنا. ادوات التشريع ثلاثه، لائحه قانون دستور. دستور اقوى بيعمله الشعب، القانون مجلس النواب، اللائحه ده قرار وزاري. عمر اللائحه ما تبقى اقوى من القانون، لا يمكن. طب القانون قال لك باثر فعلي، ما قالش اثر راجعي. هي اللائحه دي اتخذت من ايه يا استاذ صلاح؟ ما هو اتخذت من القانون، طب ازاي القانون لا نص؟ هي مفسره نعم. ومكمله لاحكام القانون. نعم واخد بال حضرتك؟ يعني شوف بقول لحضرتك، مفسره ومكمله لاحكام القانون. القانون واضح وصريح وقال انا هطبق باثر فعلي مش راجعي، يبقى انت اللائحه عمرها ما تعمل العكس. ما يطلعش السيد المسؤول يقول لي لو اتحطت في اللائحه وتعت البند باثر راجعي واعتمد من الجمعيه العموميه يبقى سارق. لا 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 انا اسف جدا، الكلام ده غير قانوني بالمره. يبقى عايزين نطمن الناس ان حتى لو حطت الثمان سنوات لن تطبق الا باثر فعلي، يبقى ما فيهاش اثر راجعي، يبقى القلق ده كله ملوش حاجه غير موجود ملوش وجود غير موجود اصلا بالمره. لازمته ايه بقى؟ اذا احنا بنامن، انا كان بودي ان انا اسمع يطلعوا المسؤولين يقول لك القانون باثر لا يطبق باثر راجعي. شكرا. هدت المسائل، حط بقى 8 سنين، حط 15 سنة، احنا هنعد من النهاردة. ما فيهاش مشكلة. أستاذ طلال برضو تصريحات السادة المسؤولين، يعني الكابتن حسن مصطفى في المقال الذي نشر وفي حوار الذي نشر في جريدة الأهرام والجريدة القومية الرسمية للدولة. تمام. اعترف أن اللائحة فيها أخطاء ولكن يجب أن تعدي هذه المرحلة. يجب أن نعدي هذه المرحلة. تمام. حتى في 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 يعني حطيت أنا كده هايلايت. طب هل يصح كابتن حسن مصطفى رئيس الاتحاد الدولي لكرة اليد لو عنده لائحة أو عنده مشكلة بهذا الشأن بنفس المواصفات في الاتحاد الدولي وبها أخطاء، تمام، هل يجب أن تعدي المرحلة؟ لا طبعا. بص يا أستاذ محمد، وإحنا في البرلمان كان مناقشة وأنا بشكر فيها السيد الوزير وكان عنده ساعة صدر معايا وعنده ساعة ناخد وند قدام بعض، كرة بينجو بونج راح جاي، وكان عنده ساعة صدر حقيقي. وصلنا لنقاط كتيرة جدا، احنا في مرحله انتقاليه. وعلى فكره برضو يا استاذ طلال انا عايز اكد ان قناه النادي الاهلي واعضاء مجلس اداره النادي الاهلي ليس يوجد اي مشاكل شخصيه ما بين سياده الوزير بشخصه او كابتن حسن مصطفى بشخصه، ولكن نحن نتحدث عن الشغل، نحن نتحدث عن لائحه، نحن نتحدث عن بنود، نحن نتحدث ان النادي الاهلي له وجهه نظر وله رؤيه ويجب ان تحترم. تمام. هو ده الموضوع. حضرتك بتتكلم اسم النادي الاهلي، انا بتكلم عموميات وبتكلم الخطوط العريضه اللي موجوده في اللائحه تخص النادي الاهلي وتخص جميع الهيئات، ده انا بتكلم من خلاله. الوزير ما فيهوش بينه وبين النادي الاهلي حاجه، ولا النادي الاهلي بينه ولا الوزير، ولا في اي هيئه من الهيئات في ضغينه.
لكن في استراتيجيه احنا بنعيشها هنمشي عليها 4 سنين اه ولا لا؟ ده الكلام اللي احنا بنتفق عليه. اللائحه دي بتنظم العلاقات. طب ايه اللي انت كتبته وقف اللائحه؟ احنا خلصنا من الحلقه اللي فاتت من موضوع النصاب، وقلنا النصاب تعجيزي، وقلنا النصاب مش قانوني. وجه النهارده جواب للنادي الاهلي من اللجنه الاولمبيه المصريه. ايوه. بتقول ان النصاب يجب ان يكون يوما واحدا فقط من الساعه 9 صباحا وحتى 7 مساء. من لا يملك اعطى لمن لا يستحق. انا بسال الاستاذ هشام حطب، انت جبت الصلاحيه دي منين؟ على الهوا اهو حد يطلع لي من اللجنه الاولمبيه يقول لي هو جاب الصلاحيه منين؟ القانون اهو، وهو المنهاج اللي بينه وما بينك دلوقتي، وهو العقد اللي ما بينه وما بينك. ادى اللجنه الاولمبيه صلاحيتين، حدد النصاب واعمل لائحه استرشاديه، ما فيش تاني. لما تعمل لائحه استرشاديه وانا اشربها بقى تعظيم سلامه انا تابعك. طب وايه مشكله اعضاء زايد ان هم يجوا بالتصويت؟ يعني ايه المشكله ان انا لا ما ينفعش اعضاء زايد؟ ليه؟ جميل. مين بقى اللي قال عايزين نفهم؟ طيب انت بس بترقصني. لا ما اقدرش يا استاذ طلال، بس في حاجات انا برضو بحاول افهم. تمام حضرتك. واحاول اكون صوره. طيب. ونفس طريقه المشاهد المتفرج اللي بيتفرج وبيتابع بقى له فتره عايز يفهم. يعني انا عايز المشاهد بقى يستوعب معانا كده بالراحه. بالراحه. ان هي مش عركه، والله العظيم ما هي عركه. الموضوع اسهل من ببساطه جدا. واحنا بنتكلم بالمنطق. ايه الفرح وايه الاصل؟ احنا في نادي الزهور قاعدين في الاصل. الاصل 27 فدان، المساحه ضيقه، في توالد ذاتي، انا ابني بيكبر وابنك بيكبر، في عضوات جديده بتخش، بقت في زحمه. قلنا نعمل فرع. اشترينا الارض في التجمع وعملنا الفرع. طيب اعضاء النادي بتوع الفرع هم اللي دفعوا الفلوس، احنا جبنا الارض لكن هم اللي شاركوا بالفلوس. نعم. لحد كده تمام؟ تمام. اتبنى الفرع بحاجه زي الفل على 45 فدان. تمام. عشان الناس بتقول ان احنا اهملنا حق اعضاء الفرع، انا بقول اهو واحنا في مجلس الاداره، المهندس حسن صقر عمل لائحه في 2008 وعدلها في 2011. التعديل قال ان عضو الفرع يمثل بمقعد داخل مجلس الاداره. وطلع هذا التعديل، وكان الخلاف ما بيني انا شخصيا وبين المهندس حسن صقر، الاليه ازاي؟ هجيبه ازاي؟ مين اللي هينتخبه؟ حامل جماعه لوحده؟ ولا انا اللي هنتخبه له؟ ولا بتوع الفرع هيجيبوه؟ ومش حسن صقر. ومشيت مع اللائحه، وجه الاخ عامر فاروق لغى لائحه حسن صقر بتعديلها وعمل لائحه جديده ولغى هذا الشرط. وجه الاخ طاهر دعم كلام الاخ عامر فاروق ولغى هذا الشرط. الناس راحت رفعت قضيه. الناس طالبه ايه؟ ما بتقولكش انا دفعت 20,000 زي ما السيد الوزير بيقول امبارح ودخلني في ابو 100,000. لا 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 خالص. انا قاعد في الشيخ زايد انا مش جاي لك الجزيره عام ولا ليك دعوه بيا. انا كل اللي عايزه يوم الانتخابات اجد صوتي. هو انا مش دافع فلوس؟ هو مش ضمن الكيان، مش ضمن المنظومه. الله ينور عليك. ما هو ده الحاجه اللي الواحد مستغربها يا فندم. بالراحه اهي. بالراحه خالص. يعني هو ايه سبب ان عدم تصويت واحد عضو عامل داخل النادي الاهلي؟ طيب. وله كل الحقوق. القاضي بقى مستشار الجليل اللي ادى الحكم استند على ايه؟ على الماده 87 من الدستور، ان لكل مواطن حق الانتخاب والترشيح. ده دستور يا بهوات. اللي بيطلع منه القوانين اللي بتطلع منه اللائحه. الله ينور عليك. اهي ادي الماده 87 عشان نبقى بنتكلم بالمنطق بالورق. مشاركه المواطن في الحياه العامه واجب وطني، ولكل مواطن حق الانتخاب والترشيح وابداء الراي. ده الدستور. فالناس راحوا للقاضي قالوا له يا سياده القاضي انا دافع فلوس في الحته دي، عايز اعرف فلوسي فين ولو حق مش حقي. قالوا القاضي قال لهم اه. قالوا طب ده حق الدستور ادهولي. فالحكم منطوق الحكم، لم يستند يا سياده الوزير على القانون القديم، ولم يستند يا سياده الوزير على اللائحه السابقه، استند على الدستور، دستور الدوله. وادهم الحق الدستوري. قال لهم ايه؟ مارس حقك في الانتخاب والترشيح بس ما تخشش الاصل، ما سمحش يخش الاصل. النهارده سياده الوزير يطلع امبارح يقول ايه؟ ده دافع 50,000 هيخش جنب ابو 200,000، ده اهدار مال عام، دي جريمه، المجلس اللي هيعمل كده هيتحول لامال عام. طب انا بسالك يا سياده الوزير على الهوا، حكم الظهور تم تنفيذه في شهر 3/2017، ما احلتهمش الامال العامه ليه؟ ده انت اللي نفذت حكم المحكمه، انت والمديريه بتاعتك نفذتهم، ما عملتهاش امال عامه ليه؟ يعني حدثت نفس السابقه من قبل. هو على الهوا، شوف انا بتكلم محمد على الهوا، واللي عنده اي حاجه يخش يقول انت كذاب. في شهر 3/2017 وتم تنفيذ الحكم. ما كانتش قضيه ابقى العامه ليه؟
امتى تكون قضيه امانه عامه؟ لو انا سمحت له انه ياخد نفس المزايا اللي واخدها عضو الاصل اللي دافع 200,000، لكن انا بقول له تدافع 50,000 في الحته بتاعتك خليك عندك، بس يوم الانتخابات تعالى شارك. احضر جماعه الميه بتاعتك شوف ميزانيتك فين وفلوسك فين، ده حقه. حقه لان هو دفع الرسوم المستوفاه واصبح داخل المنظومه. لا له كارنيه. هو الكارنيه بيبقى عليه ايه؟ نادي كذا. اديك قلت. مش بيبقى عليه لوجو النادي الاهلي؟ بالظبط. وقت لحد 2011 انا ممكن اقول لك انا كان عندك اللائحه بتاعتك بتقول لي من حق ان انا اجي واحضر وامثل. بتاع حسن صقر، انت بتلغي الكيان الذي بنى عليه التعاقد؟ لا يهدر التعاقد. انت بتلغيه بعد انا ما تعاقدت وبعد ما دفعت واصبحت بستخدم الفرع وبروح وباجي وبقول ان انا وبفتخر برضه يا استاذ طلال. اي واحد بيخش النادي الاهلي بيبقى مفتخر ان هو عضو النادي الاهلي. لو حط البادج على العربيه بقول لحضرتك حاجه وحتى حتى زملكاويه. بالظبط. اعضاء جماعه عموميه في النادي الاهلي، في زملكاويه، في ناس بتحب كده. ما انا بقول لحضرتك بيحاول يستخدم الحاجات اللي الخدمات اللي بيقدمها النادي الاهلي. بالظبط. من انشطه رياضيه، من انشطه ثقافيه، من انشطه وات ايفر الانشطه ايه. تمام. ولكن انا ليا الحق ان انا استخدم هذه الانشطه وان انا يكون ليا صوت. الله ينور حضرتك. طيب بص بقى يا فندم، عشان نخش على ارض الواقع، في الظهور عملوا اعلان للجمعيه العموميه من 3 اسابيع، وتفتق ذهن الساده اعضاء مجلس الاداره ولا المدير ولا المسؤول الله اعلم، ومعامل لاعضاء الاصل فقط. منع هنا عضو الفرع من حضور الجمعيه العموميه. انا بحكي اهو عشان الناس كلها سامعاني وبنحكي بالراحه. انا سالتهم سؤال واحد مهم جدا، من شهر 3 وقت انت ما نفذت الحكم ودخلتهم الى يومنا هذا، هل جد جديد؟ هل صدر قرار وزاري يلغي؟ هل جالك حاجه ما تمنع دخولهم؟ مفيش. طب انت بتمنعهم دلوقتي على اساس ايه؟ فالساده اعضاء المديريه، سيد مدير المديريه، بقى جواب جميل على الهوا اهو عشان ما حدش يقول ما معناش ورق، على الهوا اهو بيقول يا فندم رئيس مجلس الاداره لقى القصه متفاقمه، قال لك انا هخاطب المديرين، هديها العيب فخاطب المديرين، فالمديريه ردت بتاريخ كام يا استاذ محمد؟ 26/7، عشان سياده الوزير بيقول ده جواب 2016، لا 2017. طالع من المديريه بيقول له يا فندم بالاشاره لكتاب سيادتكم بشأن موافاتنا بالرأي القانوني حيال حكم محكمة القضاء الإداري في أحقية أعضاء فرع النادي بالتجمع الخامس حضور الجمعية العمومية. نتشرف بإحاطة سيادتكم بأنه يجب الالتزام بما جاء بحكم محكمة القضاء الإداري في هذا الشأن بالسماح للسادة أعضاء فرع التجمع عضو كعضو جمعية عمومية للنادي حال ما إذا لم يكن النادي قد أقام استشكال. الاشكال خلص وترفض الاشكال. هي دي طالعه منين يا فندم بس؟ من المديريه وهي مديريه الشباب والرياضه. الشباب والرياضه 27 7 اللي دلوقتي الوزاره بتقول في مداخله امبارح يا استاذ محمد سياده الوزير قال مفيش جوابات ثلاثه. انا بعت دي للاستاذ بليغ ابو عايد على الهوا. وطلعت. قالوا 2016 قالوا 2017. طيب المديريه بعد ما طلعت الكلام ده ما اعرفش حد قرص ودنه ولا قال له انت عملت كده ليه؟ قال لك الحق نفسي. طب الحق نفسي انا من ايه؟ قام بيطلع جواب زي عدمه. قال له ايه؟ في الجواب بقى اللي زي عدمه، قال له عشان اقول لك ان كل واحد في البلد دي بيعزف منفردا منفردا. كلنا في جزر متناثره. انت طلعت الجواب يا استاذ سويلم والاداره القانونيه بتاعتك والجواب اهو اهو، وانا هدي لك الجواب ده بنزله على الهواء. قام بعت جواب تاني في 29/7 بعدها بيومين. قال ايه؟ الحق الاقتضى الموجه لسيادتكم في 26/7 اعترف بيها اهو المتضمن ضروره الالتزام بحكم محكمه القضاء الاداري الصادر بالسماح للساده اعضاء فرع التجمع بحضور اجتماع جمعيه عموميه حال اذا ممكن ننقش استشكال وتم قبوله في هذا الخصوص، وذلك ردا على خطاب سيادتكم بطلب الاستفسار القانوني. يعني انا بعت لك عشان انت بعت تسالني وانا رديت عليك لحد كده تمام. فان الامر قد تطلب إحاطة سيادتكم أن رأي المديرية في هذا الشأن في ضوء ما ارتأته من ضرورة احترام أحكام القضاء والالتزام بها. تعظيم سلامة يا أستاذ سوينا. ولا خل بذلك. هات بقى السطر اللي ورا بقى ده. بأن مجلس إدارة النادي هو المسؤول مسؤولية كاملة في تفسير وتنفيذ الحكم المشار إليه. طبقا لمنطوقه وذلك في اطار مسؤوليته التضامنيه عن كافه اعمال النادي وفي مصدره وفي اطار
تعليمات اللجنة الأولمبية في ضوء اختصاصاتها المنوط بها في ضوء أحكام القانون سلف الذكر. السؤال الأولاني هنا يا أستاذ سويلم، ما هي اختصاصات اللي القانون ذكرها للجنة الأولمبية؟ أنت النهارده بتقول نفذ حكم المحكمة، بترجع في كلامك عند ليه؟ بتقول لما جزرة خلي بالك أنت تنفذه معرفتك، يعني إيه معرفتك؟ لا ما هو ممكن يكون بالنسبة لأعضاء مجلس إدارة نادي أو أعضاء الجمعية العمومية لنادي الزهور ممكن يكون مش إدارة المال العام، بس بالنسبة لمجلس إدارة النادي الأهلي وأعضاء الجمعية العمومية بتاعته إدارة المال العام. خد التالتة بقى قبل ما نخش في الأهلي. راح السيد رئيس مجلس الإدارة بقدرة قادر على اللجنة الأولمبية. اللجنة الأولمبية عملت إيه؟ قالت له بالإشارة كتابكم رقم واحد بتاريخ 1/8، خلي بالك ده 1/8 وطلع الجواب في 1/8 سريع السريع إكس، بشأن الاستفسار على المادة الخاصة بحضور أعضاء الفروع للجمعية العمومية الخاصة باعتماد لائحة النظام الأساسي. نفيد سيادتكم بأن عضوية الفرع تقتصر صلاحياته على ارتياد واستخدام منشآت ومرفق هذا الفرع ومشاركته في أنشطته، ولا يحق لعضو الفرع حضور اجتماعات الجمعية العمومية. أنا بقول للسيد المستشار رئيس الدائرة اللي أصدر الحكم أن هناك هيئة ما بتقلل من شأن الحكم. دي جريمة في حد ذاتها. أنت لا أنت لست الجهة المنوط بتنفيذ الحكم جاء الهيئة الأولمبية، ولا تملك أنك أنت تقلل من شأن الحكم تقول له النهارده ما تنفذوش. أي منطق في الدنيا يقول الكلام ده والخطابات اللي طالعة دي؟ أدي موضوع نادي الزهور، وأنا بقوله لك توقع مفاجآت جاية في القضاء الإداري قريب جدا في خلال 3-4 أيام إن هم بيجبروا الناس عشان يروحوا القضاء الإداري. تعالى بقى للنادي الأهلي فرع الشيخ زايد. خليك معايا بقى، أنا معاك دلوقتي بتاع الشيخ زايد أهو. أنا بحاول يعني أنا بربط دي أكون رؤية بدي وأحاول أفهم، ولحد دلوقتي أنا مش قادر أفهم ليه اللغط. طب ليه خد المشاكل استاذ محمد، ليه عدم المنطقيه؟ الجواب ده طالع من المديرين، ممضي من الاستاذ محمد سويلم مديريه شباب القاهره، بيقول ايه؟ بيخاطب رئيس مجلس اداره النادي الاهلي ايمان ان ظهر الوارد الينا والمرفق طيه صوره الصيغه التنفيذيه للحكم في الدعوه كذا المقدمه من السيد وائل عوض واخرين ضد السيد وزير الرياضه، يرجى من سيادتكم بعد الاطلاع على صوره الصيغه التنفيذيه للحكم في الدعوة سالفة الذكر يرجى التكرم بتنفيذ ما ورد بمنطوق الحكم. يعني المديرية بتقول لك النادي الأهلي نفذ الحكم. طب إيه اللي حصل تاني؟ يطلع النهارده جواب تاني من الأولمبية يقول له ما تنفذش. طب أنا بقى كمواطن أسمع كلام مين؟ أدي المديرية هي وجوابها أهو. أهو. طب الحل؟ يطلع جواب تاني من الأولمبية برضه للأهلي ما تنفذش. طب انت عايز انت مين اللي بيخلق هنا بقى المشكله؟ احنا بنقول كلنا طرف واحد. طب قانونا بقى بالراحه كده انت بتقول لي، طب استاذ طلال اللي انا حاسه وده احساس ورؤيه ان وزاره شباب الرياضه مصدره اللجنه الاولمبيه في التعامل. ده قانون اللي ادى الحق ده اللجنه الاولمبيه مش وزاره. انا لما كان الوزير قلت له كده في البرلمان، قلت له انت جاي تناقش اللائحه ليه؟ سيادتك مش شعبيه اللي حطها يجي يناقشها. قال انا شاركت فيها، قلت له كان بودي ان السادة اعضاء اللجنه بقى يجوا، ما حدش جه. طب نمسك موضوع الفرع ونخلصه. النهارده الموقف بقى اصبح زي ما انا شرحته لك كده يا استاذ محمد. طب هتعمل ايه؟ هتدخل الشيخ زايد ولا ما تدخلش الشيخ زايد؟ هيدخل التجمع ولا مش هيدخل التجمع؟ هنروح تاني للقضاء الاداري. الوزير امبارح قال حته جميله قوي وانا بقولها على الهوا برضه. قال انا كجهه اداريه المنوط على تنفيذ احكام هذا القانون. طب انا هرجع عليك وهقول لك ان حكم محكمه صدر قبل الغاء القانون القديم في غضون وجود القانون القديم وانت المنوط بتنفيذه ولازم تنفيذ الحكم. مفيش حاجه يا سياده الرئيس اسمها استحاله تنفيذ حكم، ان الحكم صدر قبل هذا القانون ولا بيستند على القانون الجديد. طب احنا بنخلق قضيه، بنخلق مشاكل دون اي سبب منطقي. طب استاذ طلال انا دلوقتي كنادي اهلي استلمت جواب من اللجنه الاولمبيه بتقول ان تكون الدعوه الجمعيه العموميه في المقر الرئيسي للنادي دون غيره وان يكون الانعقاد في يوم واحد. هل ده جواب على النادي الاهلي الالتزام به قانونا؟ اقول لك ايه، بص يا بيه، أنا قلت في الأول إن اللجنة الأولمبية ما لهاش غير صلاحيتين،
لحد ما تنعقد الجمعية العمومية، اكتمل انصابها ما اكتملش انصابها لمثل الارشادية احنا تبعها، قبل كده لا ملهاش. حد يطلع لي مين القانون يقول ان الاجراءات بتاع عقد الجمعية العمومية من صلاحيات اللجنة الاولمبية؟ حد يقولها لي، مكتوبة فين؟ انت عندك حاجة بتقول الكلام ده؟ حد يطلع يقول لي ايماء الى المادة كذا في القانون كذا انا من حق اديك الصلاحية؟ ما عندوش الكلام. طب انت بتدي الكلام ده على اساس ايه؟ ده تنظيم للعملية الإجرائية بتاع عقد الجمعية العمومية، بيقول إيه؟ الأحكام المادة الرابعة من مواد إصدار القانون رقم 71 ل 2017 بإصدار قانون الرياضة حيث أهابت اللجنة فيه بالأندية الرياضية. حلو أهو، دي واحدة بقى خليك معايا، أنا معانا القانون، فين القانون؟ أهو هو مستند هنا لإيه؟ أنا أحب أوي اللي يديله بق كده ويجري. لا تعالي أحكام المادة الرابعة، المادة الرابعة بتقول إيه؟ تضع اللجنة الأولمبية لائحة استرشادية للنظم الأساسية للهيئات الرياضية، تقوم بإرسالها تلك الهيئات. هل دي لها علاقة إنك تنظم لي؟ لحد دلوقتي لا. معايا كده؟ خدني بالراحة. مفيش أي توضيح إنها التنظيم من جهته هو. خدني بالراحة. لا يوجد أي توضيح. تعال نكمل بقية المادة بتقول إيه؟ وتعقد الجمعيات العمومية للهيئات الرياضية اجتماعًا خاصًا خلال 3 أشهر من تاريخ العمل بالقانون لوضع نظمها الأساسية. لحد كده في حاجة اللجنة الأولمبية؟ وتحدد اللجنه الاولمبيه النصاب اللازم لانعقادها. النصاب اللازم لانعقادها. واذا انتهت المده ولم تجتمع انت خدت الاسترشاديه. ايه بقى اللي هنا؟ ان انت بتقول عليه ايماء للماده الرابعه يديك هذه الصلاحيه. انا قريت لك الماده الرابعه عشان حاطها. اطلع قول لي ايه هي. هذه الماده الرابعه قريتها لك بالقانون ما تدركش هذه الصلاحيه. انت بتدعي هنا بتقول ايماء للماده الرابعه. طب الماده الرابعه انا قريتها لك. جبت الصلاحية دي منين؟ نقف هنا بقى الوقف. إذا كان هذه الصلاحية مش من حق اللجنة الأولمبية يبقى أنا مش معتد بيها. حد يطلع يقول لنا جاب الصلاحية منين؟ ويا ريت حد يطلع يوضح بشكل يكون فيه منطقية ويكون فيه يعني حاجات فعلا أسس وبنود. إحنا لحد دلوقتي بنسترشد من قانون الرياضة نفسه. أنا جبت لك المادة يا محمد. من قانون الرياضة نفسه وحتى الآن مش لاقيين. أنا قريتها لك اللي هو مستند عليها هذا البيان بتاعه بيقول لك إعمالا لأحكام المادة الرابعة. هو يعني أصعب حاجة في الدنيا أنك تستهين بدماغنا. لا إحنا بنفكر كويس. ما تدينيش عنوانه وتجري وتقول أنا مش هقراه. لا أنا هجيبه. هو أنا قريتها لك على الهوا أهو. حد يقول لي المادة الرابعة علاقتها إيه بالإجراءات؟ هنلاقي رد تاني يا استاذ طلال. استاذ طلال دائما الوقت لا يسعفنا ولكن اكيد هيبقى في لقاءات اخرى لان دائما الاحداث تتوالى وردود الافعال تتوالى. الموضوع اصبح شائك وهو اسهل من السهوله خاصه ان في مواد في القانون وفي مواد في الدستور بتفيد لما يريده النادي الاهلي حتى الان. انا بس عايز اقول لك ثلاث نقط اربعه خمسه بسرعه سريعا عناوين كده بقى يعني عناوين سريع. فين اللائحه بتاع اللجنه البارالمبيه وكيف تم اعدادها؟ وهل هناك جامعة عمومية لها ولا لا؟ وعرضت على جامعة عمومية ولا لا؟ وانعقدت جامعة عمومية ولا لا؟ واحد. اثنين، في لائحة أندية الشركات. هل هناك كما قيل في اليوم السابع أن في لائحة خاصة للجيش والشرطة؟ طيب. أنا بقول في عناوين كتير قوي جوه اللائحة بداخلها الناس لو عرفتها والله العظيم. والله. طب أنا هقول لك آخر طب حاجة. سريعا بس عشان المادة 44 ملك كتابة وكابتن باشمهندس عادل القيعي وأستاذ إبراهيم المنيسي يعني لازم يبدو وقتهم. المادة دي ضد الميثاق الأولمبي. إذا امتنع مجلس إدارة النادي عن تنفيذ حكم المحكمة أو قرار بتاع مجلس التحكيم يعد منحلا. طب ما في درجة تانية اسمها المحكمة الرياضية الدولية ودي الميثاق الأولمبي اللي قال عليها. أستاذ طلال أشكر حضرتك شكرا جزيلا وكنت سعيد بوجود حضرتك معايا وإن شاء الله يكون في تواصل أكتر ونكون وضحنا. بشكر حضراتكم وإن شاء الله ملفاتنا مستمرة في استاد الأهلي وأيضا هكون تغطية أكتر لطبعا كل ما يخص النادي الأهلي من الناحية القانونية في اللائحة الاسترشادية. في النهاية التحية موصولة لكل الأهلوية عبر الأثير وإن شاء الله نتواصل مع حضراتكم في حلقات أخرى. تحياتي والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.